10 والثامنة من تونس، أهلا بكم. نستهلها بالعناوين. تونسيون يقيمون جودة خدمات موزعة الأوراق المالية وينتقدون كثرة الأعطال التي تسجلها. دعم للوجهة السياحية التونسية، تظاهرة ترويجية بمدينة دوفيل الفرنسية لتقديم منتوجات صناعة جزيرة جربة التقليدية. تواصل والتحقيقات بشأن هجوم برشلونة، والشرطة الإسبانية تؤكد أنها قتلت المشتبه الرئيسي في الهجوم. أهلا بكم. يتوفر في تونس أكثر من 2400 موزع آلي للأوراق المالية موزعين على مختلف أنحاء البلاد. هذه الموزعات التي تواجه المواطن بتعطيلات فنية حينا وأخرى ذات صلة بأنظمة السلامة أحيانا أخرى. وحسب إحصائيات نقديات تونس، فإن موزعات الأوراق المالية في البلاد تتوقف عن العمل خاصة في أوقات الذروة بمعدل لا يتجاوز ساعة يوميا. شبكة موزعات الأوراق المالية بالبنوك في تونس محل انتقاد عدد من مستعمليها الذين اعتبروا خدماتها دون الانتظارات المرجوة. إني خارج الاستعمال مؤقتا، هذا اش تكتب لك؟ ديما هكا، ديما خارج الاستعمال، ولا ترجع لك الوحدة، ولا ما تعطيكش، ولا تكلك الكارت. ساعات ما تلقاش ريزو جملة فيه، تلقاه مسكر، هذا أبسط الحاجات. ما تلقاش فيه فلوس في أغلب الحالات. توا سي تخوازيام ديستريبيتور دو نجي، الكل ما يمشيوش. دونك هذايا لو سول اللي جبت اون بليس ما يعطينيش الفلوس كاملين، معناها بشوي بشوي يعطي فيا. معناها في الوقت الذروة الويكاند وقت الواحد يحتاجها الواحد يدور ثلاثة أربعة وما ينجمش يجبد، ما تلقاش فيهم فلوس. وهذه مشكلة بالحق. الكارتة هذه أختي احنا نقصوا علينا في 8000، نهار اللي نشوف باش ناخذوا فهمتني حتى أبسط حقوقنا 50 ولا 60 دينار ما نلقوش. هي خدمات لموزعات الأوراق المالية في تونس، ولئن بدت سلبية لدى العديد من حرفاء البنوك، إلا أن مدير عام نقديات تونس أكد أنها خدمات عادية ومن الطبيعي أن تواجه بعض التعقيدات أحيانا نتيجة لعوامل عديدة. علاش يكون ما يخدمش؟ ما نقولش معطل، وفات له الفلوس، وفات الفلوس، هذا حالات ما تقع مشهور، كان ربما يوم الأحد وقع عليه طلب كبير، ربما يجب يكون يفرغ. والفرع البنكي ما هوش معقول للسلامة باش يجي حل فرع باش يعمر موزع، على خاطر بحث الموزع ذاك إذا كان هو فرق فما موزع آخر متاع بنك أخرى ولا غيره، معناتها هذه حالة. حالات أخرى يجب يكون فما عطب فني، يجب مثلا فلوس وحلت، وحالات أخرى ما فماش حاجة كبيرة اللي نشوفوها اليوم في الموزعات. ولتوفير خدمات في مستوى الانتظارات ومعالجة التعطيلات، دعا مدير عام نقدية تونس جميع حرفاء البنوك إلى ضرورة تحقيق المعادلة في استعمال البطاقة البنكية بين السحب والخلاص لتخفيف العبء على السيولة في البلاد. احنا اليوم عنا ما يقارب 3,500,000 بطاقة قاعدة تدور في تونس، فما ربما 20% من المعاملات بالبطاقة اليوم ماشية للخلاص و 80% ماشية للسحب. إذا كان التونسي يستعملها أكثر في الخلاص يخفف ويحد من الأزمة اللي احنا فيها تولينا، إذا كان نحكي على أزمة سيولة اللي هي برشة قاعدة تدور في البلاد. المدير العام لنقديات تونس أكد مساعي الجهات المختصة لتوفير خدمات طرف الخلاص لدى التجار في المناطق الداخلية وبجميع الفضاءات التجارية الكبرى لضمان عملية استعمال البطاقات البنكية في خلاص الشراءات. أيام قليلة تفصلنا عن شهر سبتمبر، شهر نفتتحه بالاحتفال بالعيد الأضحى ونتصفه بعودة مدرسية. مناسبات اجتماعية تتطلب من العائلة رصد ميزانية هامة، وأمام غلاء الأضاحي والأدوات المدرسية المواطن يجد نفسه أمام توازن مفقود بين مداخله واحتياجاته. لن أتحدث عن مصاريف مواسم دينية سبقت أو عن مستلزمات صيف يصل الاستهلاك فيه ذروته، سأبحث عن وضعية التونسي الاقتصادية في شهر تتواتر فيه المناسبات الاجتماعية والدينية.
كتبت على ورقة مصاريف سيدة تونسية وهي أم لثلاثة أولاد يدرسون، اختارت عدم الظهور أمام الكاميرا، فقط قالت مرتبي 800 دينار وهذه هي مستلزماتي، عيد أضحى فعودة مدرسية ففاتورتا ماء وكهرباء، ولا تنسي المصاريف اليومية من أكل وملبس ودواء. تركتني بمعادلة مختلة التوازن بين الحاجيات الاستهلاكية والمقدرة الشرائية، تجولت بهذه المعادلة بين المكتبات وبين نقاط بيع الخرفان، تجولت وسط العاصمة وتحدثت مع عدد من المواطنين، أغلبهم عجزت ميزانيتهم عن تلبية طلباتهم. شهر سبتمبر بالنسبة للمواطن يعني من أخي بالشر يتعدى عليهم، مسكين باش قاعد يقوى فيه، يقوى فيه بالسلف، يقوى فيه، ثم ناس قاعدة تبيع فيه تمشى، ثم ناس تلتجي هو السيد الواحد تولي قاعد يمنع في العباد هو الروج. احنا عيدنا برشا والحاجة سورتو السنة عيد ورونتري سكولير وضو، والله باش يقول لك تو تسكرت الماء والضو، ضو وحده قربت 500 دينار، فهمت؟ والله كم تعيش في الدار. يضحي بالصيف على حسب القرايه وعلى حسب الرونتري سكولير معناها وعلى حسب العيد، فهمت؟ تولي تحرم وليداتك برشا حوايج باش يعملوا بالصيف، على اساس باش نخرج ما توفر لهم الفورنتير سكولير. ثم واحد يرضى ولادهم ما يمشيوش البحر، ما يصيفوش، ما يخرجوش، ولاد جيراني وراهم يصيفوا يتفسحوا، حتى هو يحب يهز ولاده. من ناحيه العلوش من 450 قال لك، عندي صب التعداء. والمكتب قلب تزيزي. عدد آخر من المواطنين الذين استجوبناهم وهم قليلون قالوا إن التونسي لا يعرف كيف ينظم أموره المالية ويستهلك أكثر من إمكانياته المادية. التونسي ولا يعيش في نيفو أكثر من نيفو اللي يخو فيه، يخلص 500 يخلص يصرف في مليون. أصحاب المكتبات أبدوا تفهمهم لوضعية المواطن في هذه الظرفية. عاملين معنا اتفاقيات في إطار التسهيلات في الدفع، تخفيضات خاصة، تقسيط معناها، وحتى عن طريق الخصم على المرتب عندنا بأربع خمسة أشهر معناها، باش نجم الوطن نحاولوا الناس كل نتعاونوا باش نأمنوا العودة المدرسية للتونس الكل. غير أن التجار الماشية قالوا إن تكلفة الإنتاج لم تترك لهم الفرصة لمراعاة القدرة الشرائية للمواطن. الناس الكل في أزمة، فهمت كيفيه؟ واحد كان تشوف العلوه قداه متكلف عليها عام كامل، فهمت؟ أقل واحد تولي هنا تلقيه على الأقل مقردي 5-6 ملايين ضايع ألفة، والعلفة غالي، كيفاش باش نعاونونا؟ كيفاش باش نحن باش نحبوا نعاونوا معناها المواطن؟ من جهتها دعت منظمة الدفاع عن المستهلك إلى إيجاد حلول لتخفيف العبء عن العائلة التونسية. طلبنا لسلطة الإشراف لإيجاد حل معناتها تقسيط هالفاتورة هذه اللي هي في شهر سبتمبر باش تجي صعيبة برشا، ونعرفوا فما عيد أضحى واللي التوانسة يحبوا يعيدوا والعودة المدرسية، معناتها كل هذا باش يتربط في شهر سبتمبر. هي قد تكون حلولا وقتية فيها إرجاء لبعض المصاريف، لكنها لا تعيد التوازن المفقود بين مصاريف العائلة ومداخيلها. التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وتناول اللقاء الأوضاع العامة بالبلاد والتقدم الحاصل في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018. وأفاد بلاغ لرئاسة الجمهورية أن المحادثة تطرقت كذلك إلى مستجدات العمل الحكومي. على هامش زيارته إلى مدينة باجة، دعا نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي لشغل اعتماد مبدأ الكفاءة في صورة القيام بتحوير وزاري مقبل بعيدا عن المحاصصة الحزبية. جات الفرصة اليوم للتحوير، لازم الناس تنبذ ذواتها تبعد عن المحاصصة من الحزبية، لأن جربنا أكثر من اللازم. اليوم لابد من قدرات معناها وطنية، إذا توفرت في بعض الأحزاب فهي مرحبا، مش ضد معناها السياسة وضد الأحزاب. اليوم في حاجة إلى قدرات اللي هي تتميز بالروح الوطنية الحقيقية، لها القدرة معناها على إلمامها بإمكانيات القدرات المالية لتونس والقدرات البشرية وبعقلية حتى مجتمعنا كذلك. تكريما للمناضل الحبيب عاشور الذي احتضنت ولاية باجة جزءا من نضالاته ومن مسيرته وناصرته في عديد المحطات، تم اليوم تدشين شارع باسمه، وذلك ببادرة من المنظمة الشغيلة والمجتمع المدني قصد إلى الأهمية القصوى لرموز الوطن وتخليد النضال الاجتماعي.
تخليدا لروح الزعيم المناضل النقابي لحبيب عاشور، تم بمدينة باجة تدشين شارع يحمل اسمه، تخليدا لذكرى سنوات النضال والمنفى في الجهة أيام الكفاح الوطني، ببادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل وبالتعاون مع النيابة الخصوصية لبلدية باجة وعدد من المنظمات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني الذين واكبوا الحدث. الشارع نحن بالنسبة لنا نحن شرف في الباجة وشرف في الجهة مدينة باجة جديدة، لكن فيها نقائص نفرح به، لكن وقتاش يولي كامل إلا ما تكون عندنا أنهجة في باجة. هي بديرة خير تنطلق من عند الاتحاد العام التونسي للشغل وبلدية باجة لتتلوها العديد والعديد من الأفكار والمشاريع. بادرة لاقت استحسان عدد من المواطنين الذين أكدوا على أهمية أن يقع تهيئة بقية الشوارع والأنهج وأن تحمل أسماء أعلام آخرين على غرار الزعيم لحبيب عاشور. ذكرياتي أحسن ذكرياتي ما وأن الله يرحمه نعم رخص لي باش ندخل المكتب نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل نطلع على البشرية هناك ونعمل أشياء. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أكد لدى إشرافه على هذه المناسبة على أهمية الاحتفاء برموز البلاد وتكريمهم. المناصرين لحبيب عاشور وإلى يومنا هذا تعيش على ذكراه وفي منهجيته وفي مسلكيته معنا النقابية. هذا حدث تاريخي ومزلنا لابد من تكريم شهداء الحركة النقابية والوطنية معناها اليوم بأقل ما نجم نقدمو لهم أني بنسموا شوارع رئيسية باسمهم. بباجة أمضى الزعيم لحبيب عاشور أكثر من 15 سنة من المنفى، وها هو يعود إليها اليوم كرمز ينقش اسمه في ذاكرة أبنائها بأحرف من ذهب. إتلاف أكثر من 13 هكتارا من الأشجار الغابية هي حصيلة الحريق الذي اندلع منذ يومين بالطويرف. حجم الخسائر كاد يكون أكبر لولا جهود فرق الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على هذه الحرائق، وإلى حد اللحظة لم يتم التعرف بعد على أسباب اندلاعها. بعد جهود تواصلت على امتداد يومين تمكن أعوان الغابات والحماية المدنية بالكاف من السيطرة على الحريق الذي اندلع بإحدى غابات التويرف، حريق أدى إلى إتلاف أكثر من 13 هكتار من الأشجار الغابية. اندلع الحريق هذا معية ثلاث حرائق أخرى متزامنة تقريبا في ولاية الكاف بتاريخ 19/8/2017 في حدود الساعة 4 مساء، بما فيهم الحريق هذا اللي هو متواجد في منطقة عرقب الماجنة تابعة لغابات الطوير في النسق الثاني. إخماد الحريق مكن من تلافي امتداد النيران إلى أحدى الغابات المجاورة والتي تمتد على أكثر من 3000 هكتار وتتميز بكثافة غطائها الغابية. مكننا من الحد من الحريق هذا اللي كان بالفعل مش يمتد الى الغابات المجاوره كما تلاحظوا فيها، اللي ربما كانت النتائج نتاع الحريق هذا تكون وخيمه وربما تمتد على حوالي 3000 هكتار اخرى من الغابات الصنوبر الحبوب والغاب الشعراء. وقد شهدت ولايه الكاف خلال الساعات 48 الماضيه اندلاع 4 حرائق متزامنه ظلت اسباب اندلاعها مجهوله. إلى حد الآن بالنسبة لنا احنا الحرائق متزامنة تقريبا، بالنسبة للأسباب إلى حد الآن أسباب مجهولة. حرائق عديدة شهدتها عدة مناطق بالشمال الغربي ليتحول خضرار الغابات إلى سواد قاتم ولتطرح التساؤلات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق. لأن لم تلحق أضرار الحرائق بمعتمدي سجنان من ولاية بنزرت المتساكنين وممتلكاتهم الخاصة، فقد أتلفت عددا من موارد رزقهم وهم في انتظار تعويضهم. ولاية بنزرت ركزت لجنة أحصت الأضرار في قرابة 17 تجمعا سكنيا في منطقة الحرائق قصد إرسالها لسلطة الإشراف لتقييم التعويضات الممكنة للمتضررين. يراقب بحسرة وأسى ما أتلفته النيران أشجار زيتون وتين وبيوت نحل التهمتها ألسنة اللهب في دقائق. العم محمود واحد من بين مجموعة من متساكني البسابيس بسجنان المتضررين من الحرائق التي لحقت الجهة والتي أتلفت عددا من الأشجار المثمرة والمساحات السقوية ومحاصيل زراعية وعددا من المواشي تمثل مورد رزقهم الوحيد. زرتنا النحل، زرتنا الزيتون، زرتنا الكرم، زرتنا القتانية، زرتنا الفلفل، الزرايب نحبوه يعوضونا ما خسرنا. نسانو في التعويض، نسانو في التعويض ما قعدنا شيء، هاكي راي وتخسر. لا قال زرايب لا هوش لا نحل ما قعد شيء. قطار طماطم وقطار دلاع وقطار فلفل، هذوما الضرر اللي نضروا.
الدلاع ما بعتش منه بخمسين ألف. واحد من الناس متهدد بالحبس 17 مليون كمبيالات علي. الأكتار انت عطماتم مسخانة والوهج انت على النار انضرت الكل تاحت وتحرقت الكل ما قعد شايفه معناها وكمبيالات علينا. جتنا أجنة تعينتنا كل شيء ثورتهم رجلت كل أمور لكن التو ما جابوا ما ثم حد شيء. ولاية بنزرت أحصت الأضرار التي لحقت بمتساكن معتمدية سجنان من خلال تكوينها للجنة خاصة تضم كل الإطارات الجهوية. اللجنة أعدت تقريرها الأولي قصد إرساله لسلطة الإشراف لتعويض المتضررين وفق تأكيد والي الجهة. حضرنا الملف نتاعنا باش نبعثوه لسلطة الإشراف قصد تعويض الناس هذوما كما ذكرت هي تعويضات ما ثماش حاجة أضرار كبيرة على مستوى البنية التحتية معناها على مستوى المساكن أو على مستوى معناها الممتلكات الخاصة. بعض الأضرار اللي هما صرحوا بها المتساكنين اللي كنا اتصلت بهم اللجنة وكنا مشينا لهم معناها تقريبا كل مواطن مشينا له المسكن نتاعو احنا تنقلنا المسكن نتاعو عينا الأضرار وإن شاء الله على كل باش يتم تعويض الناس هذوما حسب ما توفر الدولة من 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 اعتمادات. تقرير اللجنة قدم أيضا جملة من المقترحات تتعلق أساسا بإعادة النظر في منظومة المراقبة في الغابات وتأمين تكوين أولي لمتساكن المناطق الغابية في مجال الوقاية من الحرائق. في السياحة الآن احتضنت مدينة دوفيل الفرنسية تظاهرات سياحة للترويج للوجهة التونسية حيث تم تقديم بعض المنتوجات والصناعات التقليدية لمدينة جرما. في مدينة دوفيل السياحية شمالي فرنسا تحولت جزيرة جربة والمنطقة السياحية بجرجيس بفنانيها ومبدعيها في مجالات متعددة ضيفة شرف على تظاهرة ترويجية للسياحة التونسية اشتركت في تنظيمها عديد الأطراف التونسية والفرنسية في أكبر مضمار لسباقات الخيول بمنطقة كلارفونتين. فما خط جوي معناتها يربط دوفيل بجربة وهذيك علاش زاد الحضور نتاع جربة نقول لك استراتيجي من ناحية السياحة كذلك ليس فقط في ميدان السياحة لكن اللي نحن مهم ياسر والقدرة معناتها الشرائية نتاع المخيم هنية في فرنسا في المنطقة هذه نتاع النورماندي لبس بها بحيث نحن لازمنا نستغلوا الفرص باش نعرفوا أكثر بالمنتوج نتاعنا. حد ذاتها بخلاف أنها تروج للسياحة التونسية أيضا تدعم التعاون المركزي بين المناطق التونسية والفرنسية. هدف أن نوصلوا في وقت من الأوقات نعطيه الصورة اللي لازمة لتونس إن شاء الله باش نحسنوا مواردنا من جميع ما. في هذه التظاهرة صورة متجددة لتقديم المنتوج السياحي بجزيرة جربة بمختلف إبداعاتها برصد جوائز سباقات الخيول التي يتابعها عشرات الآلاف. هو احنا جبنا حرفيين جبنا معناها ناس تطبخ في الأكلات التونسية اللي معناها السياحة ماهيش كان نزل. السياحة هي ثقافة، السياحة هي صناعة تقليدية، السياحة هي تبادل وتعارف. وشفتوا الموجودين هنا كمان حرفاء بقدرة شرائية عالية وهذا هو المرشي السيبل اللي احنا نحبوا نوصلهم كونه نخرج من الكلاسيك ونحاولوا نوصلوا ونفي بليسكو دي بورتا بورتا. احنا هذوما اعطاونا فرصة باش نجيو هنا نقدموا المنتوج التونسي والمنتوج التونسي ما يكونش كان فندقة يكون كوجهة سياحية ككل. للسنة الثالثة على التوالي نستقبل مدينة تونسية للتعرف على موروثها الثقافي ومميزاتها السياحية. كل سنة نحاول أن نجدد في كيفية تقديم الجهات التونسية وهذه السنة كانت جربة فكان الإقبال كثيفا من الجمهور. هي تظاهرة أرادها منظموها أن تكون فاتحة استراتيجية جديدة لترويج الوجهة التونسية في الأسواق التقليدية لما تستضيف إحدى المناطق السياحية التونسية واحدة من هذه الأسواق التقليدية المهمة بحسب المهنيين. خميس ببطان، التلفزة الوطنية التونسية، مدينة دوفيل الفرنسية. في أخبار العالم أكدت الشرطة الإسبانية أن المشتبه به في حادثة الدهس ببرشلونة الأسبوع الماضي قتل بالرصاص اليوم غربي العاصمة وهو المغربي يونس أبو يعقوب الذي أكد وزير الداخلية الإسباني في وقت سابق أنه المشتبه الرئيس في هذه العملية الإرهابية.
أكدت الشرطة الإسبانية اليوم أنها قتلت المشتبه به في عملية الدهس ببرشلونة المدعو يونس أبو يعقوب، حيث بينت أنها حاصرته في منطقة على بعد 40 كيلومترا غربي برشلونة عندما رصدته يرتدي حزاما ناسفا. وبعد أن أطلقت عملية بحث واسعة بالمكان بناء على خبر تقدمت به سيدة يؤكد وجود شخص مشبوه، جاء هذا التأكيد بعدما رجح وزير داخلية إقليم كاتالونيا أن المشتبه به في عملية الدهس والمهندس الرئيس لهجوم لا رامبلا الذي أودى بحياة 13 شخصا هو المغربي يونس أبو يعقوب، متكتما عن تفاصيل عملية جارية غرب برشلونة. وكانت رقعة البحث عن المشتبه به في الهجوم المميت قد اتسعت لتمتد إلى أنحاء أوروبا بعد أن أبلغت السلطات الإسبانية كل الأجهزة الأوروبية بفرار قائد شاحنة الموت الأسبوع الماضي سيرا على الأقدام قبل أن يطعن رجلا حتى الموت ويسرق سيارته لاستعمالها في الهروب. وصنفت الشرطة المشتبه به في وقت سابق بالخطير الذي يجب إيقافه قبل اقترافه لأفعال أخرى دون أن تنفي نيتها توسيع دائرة الاعتقال لضمان أمن إسبانيا وزائرها على حد تعبيرها. وكانت إسبانيا شهدت إلى جانب حادثة الدهس التي أوقعت قتلى وجرحى انفجارا في منطقة الكنار، رجحت الشرطة أن يكون رجل الدين الذي قضى فيه على صلة بهجوم برشلونة. كما قتلت امرأة في هجوم منفصل شنه إرهابيون مشتبه بهم بعد ساعات من حادثة برشلونة في منتجع كامبريلس الساحلي. نفت الشرطة الفرنسية أن يكون لحادث صدام عربة بمحطتين للحافلات في مدينة مارسيليا جنوب البلاد، نفت أن يكون له علاقة بهجوم إرهابي. قالت الشرطة الفرنسية أن رجلا قاد سيارة واقتحم محطتين للحافلات ما أسفر عن مقتل سيدة، وأن سائق السيارة معروف لدى الشرطة بسبب ارتكابه جنحا من قبل ويعاني من اضطرابات نفسية. قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن القوات العراقية أحرزت تقدما مهما في تل عفر الواقعة في محافظة نينوى بين مدينتي الموصل والرقة، حيث سيطرت القوات العراقية على 6 قرى في منطقة تل عفر بعد أن شنت هجوما متعدد الجبهات على أحد آخر جيوب تنظيم داعش الإرهابي. يأتي ذلك بعد أن أجلت قوات الأمن العراقية أمس نحو أجلت القوات العراقية أمس نحو 300 مدني من أطراف تل عفر غرب مدينة الموصل بعد ساعات من انطلاق عملية تحرير قضاء تل عفر. دق جرس ساعة بيج بان الشهيرة في لندن منتصف نهار اليوم للمرة الأخيرة قبل توقفها لمدة 4 سنوات على خلفية أعمال تجديد وصيانة. هي الدقات الأخيرة لساعة بيج بان الشهيرة في العاصمة البريطانية لندن قبل توقف يستغرق 4 سنوات ستتم خلاله عملية صيانة وترميم. الدقات الأخيرة منتصف نهار اليوم وكبى في صمت الكثير على جسر وستمنستر وفي ساحة البرلمان قبل التصفيق في تحية رمسية. وسيتم انتزاع المطارق التي كانت تدق وكل ساعة جرس الساعة البالغ وزنه قرابة 14 طنا على أن يتم خلال ما سمي بفترة الصمت إعادتها في مناسبات محدودة مثل ليلة رأس السنة وأحد الذكرى وهو ثاني أحد من شهر نوفمبر من كل سنة مخصص لتخليد ذكرى الجنود القتلى خلال الحربين العالميتين. فترة الصمت هذه تهدف وفق تصريحات رسمية إلى حماية العمال الذين سينصرفون إلى الأشغال في كامل محيطها. وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إن فترة غياب دقات ساعة بيج بان التي أنشئت منذ 157 عاما لا يمكن أن تكون بالأمر الصائب. اللجنة البرلمانية المسؤولة عن عمليات الصيانة والترميم أكدت أنها ستراجع ترتيبات فترة الغياب في ظل اعتراضات كثيرة، لكنها بينت أن سلامة العمال هي أولوية. فترة التوقف هذه بموجب عمليات الصيانة والترميم ليست أولى، إذ سبقتها فترات مماثلة على غرار ما وقع عام 2007. ويعد جرس ساعة بيج بان الذي يعرف رسميا باسم الجرس الأعظم الأكبر من بين 5 أجراس معلقة في برج إليزابيث في قصر وستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن.
في أخبار الرياضة، توج المنتخب التونسي لتنس الطاولة بست ميداليات، منها ميدالية واحدة ذهبية وأخرى فضية وأربع برونزيات خلال منافسات البطولة العربية التي أقيمت منافساتها بمسقط العمالية. وتحققت الميدالية الذهبية الوحيدة في مسابقة الزوج بواسطة اللاعبتين فدوى الجارسي ومنال البقلوتي، فيما أحرز خليل سطا الميدالية الفضية لمسابقة الفرد الصغير. ثقافيا، وبعد غياب لأكثر من 6 سنوات يعود مهرجان الفوسفات برديف ببرمجة متنوعة بهدف تنشيط الحياة الثقافية وإرضاء مختلف الأذواق لمتابعي المهرجان. في ثوب جديد وفي نسخة تحمل الإبداع والتنوع، يعود مهرجان الفوسفات برديف ليستقبل جمهوره من جديد بمسرح الهواء الطلق برديف بعد احتجاب دام قرابة 7 سنوات ضمن سلسلة من العروض الفرجوية المسرحية والموسيقية ستساهم في تنشيط الحياة الثقافية بمدن الحوض المنجمي. يعود هذه السنة في ثوب جديد تحت شعار تجديد وإبداع بعروض طيبة، عروض مسرحية، عروض فنية، فيها الراي، فيها الراب، فيها الفن الشعبي، فيها البرامج خاصة بالأطفال، فيها برامج مسرحية ممتازة. وبعرض لفرقة المشاهبة المغربية افتتحت دورة 30 لمهرجان الفوسفات برديف في سهرة مغاربية مهداة لروح العمال المغاربة الذين جمعهم المنجم والفوسفات بمدن المضيلة ورديف والمتلوي منذ بدايات القرن الماضي، حيث تعايش سوافة وطرابلسية والمروك للعمل بشركة فوسفات قفصة. سهرة مغربية مهداة إلى روح العمال المغاربة. حاجة باهية نرجع لنا المهرجان وكل أموان تفرهت وافتتاح باهي، وإن شاء الله يبقى ديما من حسن إلى أحسن. كان تقديم جيد بالرسمي، العرض عجبنا برشا. عودة الروح لمهرجان الفوسفات برديف خلف الأثر الطيب لدى جمهور متعطش لذوق فني راق ولعروض تضيء أنوار مدينة الفوسفات. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. تونسيون يقيمون جودة خدمات موزعات الأوراق المالية وينتقدون كثرة الأعطال التي تسجلها. دعما للوجهة السياحية التونسية، تظاهرة ترويجية بمدينة دوفيل الفرنسية لتقديم منتوجات صناعات جزيرة جربة التقليدية. التواصل والتحقيقات بشأن هجوم برشلونة، والشرطة الإسبانية تؤكد أنها قتلت المشتبه الرئيسي في الهجوم. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تيفي. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.